الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الامتيان، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 اللي نسلط الضوء إن شاء الله اليوم معاكم على مجموعة من الأخبار جلبناها لكم من كافة إمارات الدولة وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص. أرحب فيكم وأرحب بزميلتي سهام، حياك الله يا سهام. مرحبا ملاي، نورتي البرنامج. الله ينور بوجودك. الله يحفظك يا رب. مشاهدينا مرحبا بكم ملايين، مثل ما عودناكم ببرنامج 7 على 7 تسليط الضوء على أهم الأخبار الموجودة في دولة الإمارات سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. طبعا علي ما شاء الله دولة الإمارات دائما سباقة في المراكز الأولى ودائما نشوفها في المركز الأول، وأكيد مش في مجال واحد بل في عدة مجالات، وهذا طبعا مع أول خبر معانا خبر إيجابي ورائع، ووصل جواز السفر الإماراتي تعزيز صدارته في سباق القمة كأقوى جواز سفر في العالم، معززا رصيده في المركز الأول في مؤشر باسبورت إندكس بدخول 175 دولة بدون تأشيرة مسبقة من أصل 198 دولة في العالم، أو ما يعادل 88 من الدول بدون تأشيرة مسبقة. وأكد مؤشر باسبورت إندكس التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية أمس أن الجواز الإماراتي حصد نقطة جديدة بعد حصوله مؤخرا على إعفاء التأشيرة المسبقة من غينيا الاستوائية، ليرتفع رصيده الحالي إلى 175 دولة، أي ما يعادل 116 دولة بدون تأشيرة و59 دولة لدى الوصول أو عبر الإنترنت، بفارق 7 إعفاءات عن المركز الثاني الذي تحتله جوازات سفر إسبانيا وفنلندا ولوكسمبورغ بدخول 168 دولة. نعم علي ومشاهدينا، وذكر المؤشر العالمي الذي يقيس قوة جوازات السفر بناء على قدرة مواطني البلد على السفر إلى دول أخرى من دون الحاجة لتأشيرة مسبقة وأمكانية كذلك الحصول على تأشيرة من المطار أو عبر الإنترنت، حيث أن الجواز الإماراتي لم يعد أمامه إلا 23 دولة أو ما يعادل أقل من 12% تقريبا من دول العالم تحتاج لتأشيرة مسبقة. ويعد مؤشر باسبورت إندكس هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر في العالم من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال، وقد أصبح المرجع الأول كذلك عالميا للحكومات، حيث يتم مقارنة جوازات سفر 193 دولة وست مناطق من أعضاء الأمم المتحدة وجمع البيانات كذلك بشكل مباشر ومستمر منها من خلال المعلومات المتوفرة علنا والمصادر الحكومية والهيئات الدولية. إذن لا زال السباق مستمر سهام، ما شاء الله، يعني دولة الإمارات لا تقف عند حد معين. أكيد. وطموحها يعانق السماء بل أكثر. اليوم نحن ما شاء الله نشوف المشاريع الفضاء اللي تقوم بها الدولة، ويعني هذا يترجم همة ورؤية وتطلع القيادة الرشيدة لطبعا شعب دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم مواضيعنا جميلة وكلها إيجابية ما شاء الله. أكيد ببداية بسلط الضوء علي مشاهدين على مسرحية أسرتي ملاذي بملتقى منصة الفتاة الأولى في جمعية النهضة النسائية بدبي. نعم، وأيضا تفاصيل حول جمعية المسرحيين تطلق مركز الإمارات لفنون العرائس. كذلك بنسلط الضوء على الحاصل على أفضل إخراج وأفضل عمل متكامل على مستوى الدولة في مسرحية الوردة الذابلة في مهرجان الإمارات للمسرح المدرسي بدبي. بلدية الفجيرة أيضا تستكمل تعاونها مع منطقة السلامة روتردام في هولندا لتحسين التنمية الصناعية المستدامة. ورشة اصنع حلمك من ضمن البرامج الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات. إذن الآن بنروح إلى تفاصيل لورشة فن التمثيل المسرحي اللي كانت بالتنظيم من المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الأسرة بالشارقة، وانطلقت طبعا من يوم الاثنين الماضي ومستمرة حتى يوم غد 1 أغسطس طبعا المقبل في مسرح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للأعمار ما بين 6 إلى 14 سنة. للمزيد نشوف معاكم هذا التقرير. هذه الورشة هي
ملء فراغ مجموعة من الأطفال اللي هم من سن 7 سنوات إلى سن 14 سنة. هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى ملء فراغهم بأشياء تفيدهم وتفيد المجتمع، والترسيخ في ذهنهم أهمية المسرح، كونهم في يوم ما إذا أي أحد من عندهم كان عنده موهبة أو كان عنده حب أو شغف لهذا الفن، نكون وضعنا حجر أساس لهذا الطفل. وإذا لم يكن لديه هذه الموهبة فنحن نصنع جمهور يعرف أسرار المهنة. المهم عندنا في استراتيجية العمل في المكتب الثقافي والإعلامي أن هاي المجموعة من الأطفال نهذب اطلاعهم، نهذب ثقافاتهم، نهذب فكرهم، ونملأ فراغهم بأشياء يستفيدوا منها وبالتالي يفرزوها كناتج إيجابي لتكوين شخصيتهم في المجتمع. إحنا الفرقة المسرحية هذه تقدم أعمال هدفها هو تشخيص الأشياء السلبية والعناصر السلبية في المجتمع، وتوظيف مهنة المسرح وفن المسرح لتسليط الأضواء على هذه العناصر وبناء مجتمع يكاد يكون إن شاء الله خالي من مشاكل كثيرة نحن نسلط الضوء عليها. أنا استفدت وايد أشياء، وأنا أصلاً أول ما دخلت تفاجأت من العدد، يعني أنا كل ورشة أدخلها مال المسرح يكون العدد يعني 7-15 ماكسيموم، بس يعني يوم دخلت هالورشة شفت إن العدد وايد كبير وايد حلو، تحمست أكثر يوم شفت العدد كبير. تعلمت التمارين، التنفس، الركض، نحن لازم نسوي هالتمارين. أساس المسرح والثقافة المسرحية اللي تنعرض هي تبني العقول، تعيد بناء العقول، يعني نحن نشوف شيء ونتعلم شيء ثاني. أنا استفدت أن نكون أقوياء على خشبة المسرح وما نخاف، ونرسل رسالة جيدة إلى الجمهور. وقبل ما ندخل لازم نتنفس، يعني كيف نتنفس، بعدين الحركة الثانية شي، بعدين يعلمونا كيف نتنفس بدون صوت شي، بعدين يعني بس ما نطلع صوت. أنا استفدت وايد من هاي الورشة، استفدنا كيف نعرف نتنفس على خشبة المسرح، نكون أقوياء على خشبة المسرح وما نخاف من شيء، ونكون شجاعين يوم نطلع نمثل. المسرح بالنسبة لي هو ناس يجون يمثلون ويها بطريقة وايد جميلة وها حلوة. حياكم الله مشاهدينا، المزيد من التفاصيل معنا في الاستديو الأستاذة ضحى الحيالي، مؤلفة ومخرج مسرحية في أسرة ملاذي. مرحبا بك ونورتي البرنامج. شكرا جزيلا. حياك الله أستاذة، نورتينا. وأكيد نتكلم عن مسرحية أسرة ملاذي بملتقى منصة الفتاة الأول اللي كانت بتنظيم جمعية النهضة النسائية بدبي. أهلا وسهلا بكم، أنا أتشرف بالتواجد وياكم، وأنا سعيدة كلش أن أكو قنوات قاعد تسلط الضوء على أحداث تعتبر جدا مهمة أنا أعتقد بالمجتمع، لأنه إحنا نسلط من خلال الفعاليات اللي إحنا نسويها سواء المسرحية أو غيرها. صحيح. على قضايا مجتمعية مختلفة. أكيد. سبب تسلط الضوء على العنف الأسري في المسرحية؟ لأنه واحدة من أبرز المشاكل اللي إحنا نعاني من عندها. وشيء ثاني، أي إنسان اليوم هو غير مرغوب به بالمجتمع، لما ترجعين للهيستوري مالته راح تلاقين اكو مشاكل اسريه مر بيها، او اذا ما تعرض لعنف اسري اتعرض لاهمال اسري، لان العنف يجي بعده اشكال. نعم. نروح لتفاصيل المسرحيه، مسرحيه اسرتي ملاذي، كيف كانت تفاصيلها، ويعني كيف كان توزيع الادوار، وكيف اثرت ايضا في الجمهور؟ احنا بعدنا طبعا ما سوينا المسرحيه، المسرحيه حتكون تاريخ ان شاء الله 22/10، الملتقى راح يكون في تاريخ 22/10 اكتوبر. لكن احنا جاهزين، انتهينا يوم الاربعاء اللي فات من البروفه النهائيه. من البروفه النهائيه بالضبط، راح يكون اكو بروفتين وراح نعرض ان شاء الله 22. مفاجاه يعني، ما تبغى تتكلم عن تفاصيل؟ طبعا انا ما اقدر احكي ابدا، هسه هنا يعذبوني ورا بعض. نعرف شوي يعني توزيع الادوار. احنا راح نتناقش ان شاء الله، شوف احنا راح نناقش العنف الاسري اللي تتعرض له العائله من قبل الاب.
عرفت شلون؟ احيانا ترى من الام بس مو من الاب يعني هو انا كل المشاكل علينا يعني لا انا شوف انا مو سالفه انه انا ويا الرجال ضد المراه لا بس في نسب معينه يعني شفتوها؟ انا ما اقدر احكي بالنسب امانه لكن هي موجوده يعني احنا بالمجتمع عايشين ونشوف حالات عرفتي بس المسرحيه تدور احداثها حول اسره تتعرض للعنف الاسري من قبل الاب مو لان من حاز للنسوان ولكن هذه المره من قبل الاب المره الجايه ان شاء الله المرات الجايه عنف اسري من قبل الام والنتاجات السلبيه للعنف اللي تطلع او تترسب في نفوس الأولاد وبالتالي يطلع نتاج خلينا نقول غير مقبول للمجتمع. أكيد. ضحى إذا تكلمنا عن دوركم في إبراز العادات والتقاليد في هذه المسرحية. شوفي هي هاي المسرحية وغيرها من المسرحيات إحنا العادات والتقاليد واحدة من ضمن الأشياء اللي جدا مهمة ونظل نناقشها في كل الملتقيات وفي كل الأعمال المسرحية لأن العادات والتقاليد إحنا في أصلنا مجتمعات ترفة مجتمعات محبة مليئة بالتسامح مليئة بالقيم مليئة بالثناء فإحنا بكل مسرحية لما إحنا نحكي عن العنف الأسري ترى أكو فد لاين أو فد شيء يربطها بموضوع العادات والتقاليد لما نحكي عن التسامح فإحنا دا نربط بالعادات والتقاليد لأن إحنا في أصلنا مثل ما قلت لك مجتمع متحاب عاداتنا إيجابية تقاليدنا حلوة محافظ بالضبط مجتمع محافظ عاداتنا حلوة تقاليدنا حلوة فريد دائما الجيل الجديد شنو ما يتطور شنو ما يكبر شنو ما تدخل عادات دخيلة نظل إحنا ولاءنا وانتمائنا لعاداتنا القديمة جميل جميل رسائل أيضا الأخرى التي تريدون إيصالها غير عن العنف الأسري ذكرتي أيضا العادات ما هي الرسائل الأخرى التي تريدون إيصالها احنا نريد نقول اولا نريد نقول انه التواصل الاجتماعي وشلون نقدر نتعامل معاه بطريقه جدا ايجابيه هذه واحده من الرسائل والمسجات اللي انا وصلتها الشيء الثاني نريد نتكلم عن الاتزان في قوه المراه ما نريد المراه الهيرو اللي هسه هواي ناس قاعد يروجوا لها المراه لازم تكون قويه اوفر ومنفتحه اوفر لا احنا نريد القوه ونريد الانفتاح لكن بحدود باطار الناس فهمت تمكين المراه بطريقه غلط نعم جدا احنا مجتمعات تمكن المراه اكيد لكن البعض ينادي بتمكين المراه نعم. لكن بحدود لكن بحدود او بالاحرى يعني خلينا نوضح هذا بما انك تتكلم عدم تجاوز الخطوط الحمراء نعم يعني اكيد ان المراه لها دور كبير في المجتمع ولكن احيانا تمارس هذا الامر في البيت على زوجها وكأنها هي تريد أن تقود زمام الأمور هذا كل شيء يخافون من عندنا إحنا اللي بالسوشيال ميديا يخافون كل شيء من عندنا أنه إحنا نكون هيكي في حياتنا الخاصة شوف أنا دائما أقول إحنا نطالب بالخط الأحمر سواء المرأة سواء الرجل أكو خطوط حمراء صحيح. كل إنسان يحط نفسه في إطار في إطار خطوط حمراء صحيح. الإطار مالتي يختلف عن إطارك يختلف عن إطارك يختلف عن إطار المتابع كل إنسان إلى خطوط لكن إحنا شنو نقول هذه الخطوط لا تملى هي مو خطوط رسمونا إياها وإحنا دا نمشي عليها كل إنسان يعرف حدوده صحيح. يعرف الأشياء اللي allowed to do it اللي ممكن يسويها والأشياء اللي ما يقدر يسويها وعلى فكرة هذه واحدة من الرسائل اللي أنا موجهتها بالمسرحية أنه شنو ما يكون أكو عادات تجينا من برا إحنا عندنا خطوط حمراء ما نتجاوزها طيب كيف واجهتوا هذه التحديات أو معالجة القضايا الدخيلة أو الأشياء الدخيلة علينا في المجتمعات شوفي إيد واحدة مصفق إحنا بالنسبة إنه يعني أنا بالنسبة لي عندي منصة في وسائل التواصل الاجتماعي دائما منصتي أعتبرها واحدة من المنصات اللي أوجه بها دائما رسائل إيجابية من خلال المسرحية حتى لما أنا أدرب الممثلين أقول لهم دائما إنه المسرحية هي عبارة عن ظرف مسكر مغلق وداخله رسالة دائما لما توقف على ستيج تمثل تذكر إنه أنت راح تطلع رسالة راح تقري الناس رسالة ولكن بطريقة غير مباشرة هذه كلها وسائل مساعدة لكن بالنهاية احنا محتاجين تعاون الأسر محتاجين ان الأسرة تفهم انه اكو عادات دخيلة قاعدة يعني قاعد نتحداها لازم شلون نتحداها نتحداها بالتربية الصحيحة او التربية المبنية على مو القسوة والضرب مو الإملاء تماسك الأسري نقوله حتى التماسك الأسري شوفي حبيبي هي الموضوع كله انه شلون نقدر نربي بطريقة حديثة احنا لازم نربي ابنائنا شو هي الطريقه الحديثه الطريقه الحديثه مبنيه على الحب على التفاهم يعني قبل ما على الاقناع صداقه في حب من قبل في حب طيب. لكن الحياه تغيرت لان قامت تطلع عندنا عادات قبل المجالس تربي قبل الجيران يربي والمجلس يربي والمدرسه تربي كل شيء يربي اليوم انت تحس انك توجه عند ودك تسوي اشياء معينه لكن اكو عادات قاعد تجيك من برا صحيح عرفت شلون؟ خصوصاً إحنا ما شاء الله بدولة الإمارات واحدة من المجتمعات المنفتحة كثير عادات كثير تقاليد جايين هواي ناس عرفت شلون أنتي؟ فهذا الخليط
يجيب وياه عادات، فهاي العادات لازم تتواجه. تتواجه عن طريق شنو؟ نعم. ما عاد ينفع التربية القديمة تربية تسوي ولا تسوي. صح. اليوم تربية وفاق، تفاهم، حب، نقاش، حتى نطلع جيل واعي بحيث أن لما يكبر الطفل يقدر يميز بين السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ. أنا دائما أقول للأولياء، الأولياء الأمور حتى في ورشاتي تدريبية أقولهم أسأل نفسك أنت باقي لابنك كم سنة؟ يمكن بعد 15 سنة أنت مش موجود، تطلع عادة دخيلة جديدة. لازم الطفل عنده قدرة على التمييز بين الصح والخطأ. صحيح. جميل جدا. يعني اليوم نحن نشوف أيضا مثل ما أنت ذكرتي بعض الأشياء الدخيلة مثلا عن طريق السوشيال ميديا، وحتى اليوم أصحاب الأصحاب صار تأثيرهم يعني إذا كان سلبي صاحب في النهاية. صح. ممكن يخرب تربية هذا الأب وهذه الأم والإخوان اللي تعبوا سنين في لحظة، ممكن كل شيء يخترب. أنا أبا أرجع أركز على نقطة نوضحها للمشاهد أكثر، كيف أنا أصنع من هذا الطفل أو هذا الشاب لما يكبر أزرع فيه فكر يحميه من نفسه. صح. يحميه من تغيرات الزمن والأشياء الدخيلة الجديدة. إذا سافر برا بروحه كيف ممكن يتصرف؟ يعني أنا أظن يعني سؤالي يعني في صلب الموضوع، كيف نحن نقدر؟ هذا السؤال يمكن الأم والأب الحين يسألونه. لأن بتكون عنده حرية. كلمتين. وعي وهوية وطنية. أقول دائما هي دشداشة أو هي بنطارو أو هي سوري قميص الطفل لابسة أو البنية لابسته الولد لابسة اللي هو تأثر بي تو بوكت بي جيبين. جيب الأول وعي. أنا أحمل اليوم وعي. احنا اليوم بحكم العمل والحياة الجديدة صار كثير اكو بعد، يعني هواي ناس اليوم الاهل بمكان والولد بمكان او البنت بمكان، حكم الدراسة، حكم العمل، حكم الطموح. يمكن انا اسرتي اليوم في مكان، طموحي في مكان اخر، فانا اتبع طموحي واروح. لما يكون اكو وعي مثل ما قلت لك راح يقدر اليوم الطفل يميز، او البنية والولد لما يكبرون يقدرون يميزون بين الشيء الصحيح اللي اقدر اسويه وبين الشيء اللي ما اقدر اسويه. ونفس الوقت الهوية، انت لما تمشي في الحياة العامة اليوم احنا صيف وهواي ناس مسافرين، لو كل واحد شاب او شاب بحط بباله فكرة اني امثل وطني. صحيح. اني اليوم اطلع واني امثل بلدي، صدقني راح تختلف كثير امور، راح تختلف كثير موازي، راح تنقلب كثير امور. ليش؟ لان الهوية الوطنية تخليني دائما تحمل مسؤولية. أما تربية تسوي ولا تسوي، افعل ولا تفعل، قال جدي وقالت جدتي، واللستات اللي قاعد تنحط بالتربية اليوم، تربية ما تتوارث. لا، عيوني الحياة قاعد تنفتح، فتربية ما تتوارث. أكو أشياء قاعد تتطور، أكو أشياء قاعد تتغير، أكو أشياء قاعد تتبدل. بالتالي محتاجين يكون الأب والأم أكو أبديت، وبنفس الوقت نربي أولادنا على قد مثل ما قلت لك هالسرين اللي هي دائما على وعي، الطفل يكون متوعي. والشيء الثاني الهوية الوطنية، دائما أذكر بالهوية الوطنية. إذن مشاكل القضايا اللي لازم نركز عليها هي كثير قضايا ما أقدر أحصرها لا بحلقة ولا بحلقتين ولا بعشرة. إحنا وعدنا قضايا اليوم، دائما نأخذ اللي نريده ونترك اللي إحنا ما نريده. كثير قضايا صارت اليوم موجودة، تعنيف، شذوذ، تنمر، قلة التسامح، عصبية أوفر، أتيتيود غير محترم، كثير صار في أشياء اليوم. نعم. صارت في ظواهر. نعم. جميل جدا. ما نتكلمتي عن العنف الأسري، تكلمنا طبعا عن عدة أمور، ولكن ما هي سلبيات العنف الأسري؟ ما هي نتاجها؟ أي واحد اليوم إحنا شفنا بالحياة العامة وما نريد نصادقه أو نتقرب من عنده هو نتاج لعنف أسري. أي واحد اليوم شفناه واستهجلنا سلوكياته هو نتاج لعنف أسري. العنف الأسري مو شرط ضرب، لا، ممكن يكون تجريح، ممكن يكون لف، ممكن يكون بعد، ممكن يكون هجر. عزلة. بالضبط، ممكن يكون هجر. شوف، أكو نوع من العنف إنه الأب والأم يتركون أولادهم، فلما يتركون أولادهم من اللي يربي؟ اللي يربي صديق السوء وفرصة للناس اللي خلينا نقول أعداء المجتمع أنه يغرزون سلوكيات سيئة مثل إدمان وغيره وغيره. طيب. نعم. هذا الشخص بدل ما إحنا نهجره أو نبتعد عنه كيف نعالجه؟ كيف نعالجه؟ أولاً اليوم إحنا بمجتمع ما شاء الله جداً واعي 100%. دورات الصيفية قاعدة توعي. نعم. أكو جهات حكومية
قاعدة تعاقب اللي يعنفون وبنفس الوقت تحتضن المعنفين. أوكي، وإحنا مثل ما قلت لك من خلال الأعمال المسرحية ومن خلال التوعية ومن خلال الكتب ومن خلال جمعيات الإرشاد والتوجيه ما نقصر اللي نقدر عليه قاعدين نسوي، والحملات اللي قاعد يعني يطلقها جهات مختلفة قاعد تطلقها، مش بس جمعية نهضة المرأة النسائية، شراكة مجتمعية كثير جهات اليوم. أريد نقول دائما احتضنوا المعنفين، احتضنوا الأولاد أو البنات اللي تشوفون سلوكهم مش مناسب، مش مناسب للمجتمع. أكيد. نعم. نصيحة أخيرة للشباب، نصيحة أخيرة للأسر أيضا، لأن هم طبعا يعني دورهم كبير في تنشئة هذا الطفل. أنا بس أريد أقول كلمة حلوة. الإنسان بفطرته فطر على الخير، فطر على الحب، فطر على السلام. الحمد لله. فالأسر اليوم دائما أريدهم يخلون ببالهم أنه طفلي أمانة، أمانة في عنقي. صح. أكيد. زواج القاصرات هذا أعتبره شيء كلش غلط. تعنيف الأطفال شيء جدا غلط. اختفاء النقاشات بين الوالدين أو الحوار بين الوالدين وبين أبنائهم هذا شيء جدا غلط. المدرس دور التربوي أتمنى ما ينسى، يشدون حيلهم المدرسين ويانا، وإن شاء الله يا ربي نقدر أنه نحتضن الأجيال القادمة بكل حب وتسامح إن شاء الله. أستاذة ضحى الحيالي، مؤلفة ومخرجة مسرحية أسرتي ملاذي، شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 على 7. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. الله يحفظك يا ربي. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. حياكم والله مشاهدينا من جديد. استكملت بلدية الفجيرة تعاونها المشترك مع منطقة السلامة روتردام في هولندا بالتوقيع على خطة العمل المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم المشتركة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتحسين التنمية الصناعية المستدامة في إمارة الفجيرة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. والمزيد من التفاصيل مشاهدينا معنا عبر الهاتف المهندسة فاطمة شراري مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة. مرحبا بك أستاذ، نورتي البرنامج. أهلين، حياكم الله. الله يعطيك العافية. بداية أستاذة فاطمة، خلينا نتكلم عن هذه الزيارة. إحنا بالفعل في الزيارة الأخيرة لروتردام وقعنا معهم خطة العمل اللي هي تبدأ من التوقيع إلى نهاية 2020. تهدف خطة العمل إلى تدريب الكادر اللي راح يشتغل في غرفة التحكم وتأهيله للتعامل مع الشكاوي وكيفية تحليل البيانات والاستجابة لها، بالإضافة إلى تطوير الدليل الفني للمنشآت. الدليل الفني للمنشآت راح يكون عبارة عن خطوط إرشادية للمنشآت، على أساسها راح تقوم المنشآت بإعداد خطط تحسينية لتماشى مع الخطوط العالمية والمواصفات العالمية. وتم خلال الزيارة الاطلاع على أحدث البرامج المستخدمة لديهم في مجال التراخيص البيئية وفي مجال التفتيش البيئي. نعم. سيدة فاطمة، ما هي المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ خطة العمل إن شاء الله؟ خطة العمل طبعا من وقت التوقيع بدأنا بتفعيلها إلى نهاية 2020 راح تكون مخرجاتها إن شاء الله، وبعد مخرجات خطة العمل راح يكون في مرحلة لاحقة اللي هو استكمال الخطة الصناعية المستدامة للمنطقة. نعم. أستاذة فاطمة، هل يحتاج المشروع إلى إصدار قوانين معينة على سبيل الحصر أو فرض غرامات على الشركات المخالفة؟ طبعا، لأنه إحنا راح نطور شيء اسمه الدليل الفني للمنشآت. نعم. الدليل الفني للمنشآت راح يحتوي على خطوط إرشادية وراح تطلب من المنشآت أنهم يقوموا بخطط تحسينية. نعم. فلا بد من إطار قانوني ليحكم تفعيل هالخطط التحسينية وأن المنشآت لا بد أنها تتماشى معها. نعم. راح يكون طبعا راح يتم إعطائهم مهلة معينة على أساس أنهم يستكملون هالمعايير. نعم. وفي حالة أنه لم يتم استكمال راح يكون طبعا في مخالفات في غرامة. نعم. لا شك أن في كل مشروع هناك تحديات أو صعوبات متوقعة، يعني قد تحدث أحيانا وتبطئ بعض يعني المشاريع في مرحلة التنفيذ. هل هناك تحديات تعملون عليها إن شاء الله يعني تسليم المشروع في وقته المحدد؟ من التحديات اللي تواجهنا وما زلنا يعني
نواجهها اللي هو بناء القدرات في غرفة التحكم، لأن غرفة التحكم راح يتم استقبال الشكاوى وتحليل البيانات، فلا بد أن يكون عندنا مفتشين قادرين على التعامل مع هالبيانات على أساس أنهم يبدون يأخذون الأكشن للتقليل من الروائح. فخطة العمل راح تكون متضمنة على بناء القدرات بالتعاون مع خبراء روتردام. نعم. ها واحدة من التحديات، لأن قدرة المهندسين على تحليل البيانات راح تنعكس بشكل كبير على الحد من الروائح. نعم. بالإضافة واحدة من التحديات اللي صادفتنا اللي هو تطوير الشارع الموجود الحين، شارع ميناء الفجيرة إلى مربح، كان واحد من التحديات إنه عندنا تسمية وحدات الإينوس صادفتنا ببعض المشاكل، لأن كان المفروض أن نثبت الوحدات على عمدة الإنارة. صح. اللي صار أنه نتيجة إعمال الصيانة اضطررنا أن نشفتها على المواقع البديلة بشكل مؤقت إلى حين استكمال إعمال الطرق، وراح نرد نركبها في المواقع نفسها. نعم. إن شاء الله. نعم. أستاذة فاطمة، خلينا نسلط الضوء على الشركاء الرئيسيين والداعمين لهذا المشروع. طبعا منطقة الصناعة البترولية، منطقة فوز وميناء الفجيرة والشركات الموجودة اللي هي تمثل الأويل تيرمينال، هم أكبر شركاء الاستراتيجيين، هم الشركاء الاستراتيجيين للمشروع. نعم. وبتعاونهم احنا نجحنا في تحقيق المرحلة الأولى وفي استكمال بإذن الله خطة العمل، وإن شاء الله في المراحل القادمة. نعم. شكرا جزيلا لك المهندسة فاطمة الشراري، مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، يعطيك العافية. ونروح طبعا لهذا الموضوع مشاهدين الكرام، وإلى عجمان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان. افتتح صباح اليوم الأربعاء مهرجان لواء عجمان للرطب والعسل لعام 2019، والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان. يستمر المهرجان على مدى 4 أيام، وذلك خلال الفترة من 31 يوليو ولغاية 3 أغسطس المقبل في قاعة الإمارات للضيافة. المزيد في هذا التقرير. انطلق مهرجان لواء عجمان للرطب والعسل في نسخته السادسة للرطب والنسخة الأولى لمهرجان العسل بحضور ولي العهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس التنفيذي، وكان عندنا حضور وإقبال جماهيري كبير وقت الافتتاح. الافتتاح اليوم كان الساعة 11 صباحا إلى 10 مساء إن شاء الله. إجمالي عدد الجوائز في مهرجان لواء عجمان للرطب والعسل 420 ألف درهم إماراتي. عندنا نحن 50 عارض في مهرجان الرطب، وعندنا 25 عارض في مهرجان العسل. نطمح نحن السنوات الجاية إن شاء الله في مهرجان العسل أن عدد المشاركات تزيد وتتنوع وتكون من كل دول مجلس التعاون الخليجي. عندنا نحن 3 مسابقات رئيسية للعسل بتكون من ثاني وثالث ورابع يوم المهرجان، مسابقة العسل السائل، ومسابقة العسل المتبلور، ومسابقة العسل الشمع. طبعا نحن نشكر بلدية حتى وبلدية دبي بشكل عام أن وفروا لنا المختبر هذا يقيس جودة العسل، وتكون في ثقة بين الزائر اللي بيشتري عندنا منتوجات العسل وبين البائع، فيقدر يتأكد أن العسل اللي بيشتري من المهرجان يكون عسل نفس المواصفات اللي شراها وما يكون مغشوش. نتمنى من جميع المشاهدين أن يتوجهون لمهرجان لواء عجمان للرطب، هو عبارة عن عرس تراثي كل أفراد العائلة ممكن يستمتعون فيه، فعدنا المشغولات الشعبية وعدنا المنتجات إن كانت رطب فواكه وخضروات وعسل، وعدنا الورش الترفيهية والتعليمية للأطفال من كل النواحي اللي يشملها المهرجان. مشاركة مختبرات بلدية دبي اليوم هي المشاركة الأولى في معرض مهرجان لواء الرطب والعسل، بما أن العسل هذه المرة أول مرة يدخل في هالمهرجان، فالنجلة المنظمة ارتأت أن يكون في مختبر لفحص العسل، وإحنا الحمد لله المختبر معتمد لجميع فحوص العسل. نقوم بهني إجراءات فحص الجودة على العسل، إجراءات الجودة اللي هو الHMF، فحص السكريات الكلية في العسل، فحص الرطوبة. النتائج كلها تطلع خلال نص ساعة، يعني أي متعامل أو أي زبون جاي للمعرض يبغي يشتري عسل ويتأكد من جودته ممكن ياخذ عينة ويجيبها، وخلال نص ساعة تطلع لنا نتائج جودة العسل الموجودة.
مشاركتنا لهذا العام تتضمن مشاركة الحرفيات مثل حرفة التلي والاسفافة والليخ من مركز الحرفيات الإمارات، ومعرض الألعاب الشعبية من بيت الألعاب الشعبية، ومجموعة متنوعة من الورش الأطفال مثل تلوين الجبسيات، وأيضا مشاركة العالم الافتراضي التي تحكي حكايات خرافية من قسم الآي تي، وأيضا من إدارة المحتوى والنشر من مجموعة الكتب من إصدار المعهد. مشاهدينا، تميزت مسرحية الزهرة الذابلة الزهرة الذابلة الحاصلة على أفضل عمل متكامل على مستوى الدولة في مهرجان الإمارات للمسرح المدرسي في دبي. المزيد من التفاصيل معنا في الاستوديو المخرج طلال قنبر البلوشي الحاصل على لقب أفضل مخرج عمل متكامل في مسرحية الزهور الذابلة على مستوى الدولة، وذلك في مهرجان الإمارات للمسرح المسرح المدرسي في دبي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، حياك الله. مسرحيه الزهره الذابله، سهام خربطت بين الزاي والدال، فكانت بتقول الزهره الذابله، اتوقع شيء صح ولا لا؟ الله يعطيك العافيه. شلونك وانا اقرا افكارك؟ والله اوكي، بس زين يعني دخلت على طول. الله يعطيك العافيه، نورتنا. خلينا نتكلم عن هذه المسرحيه الزهره الذابله. مسرحيه الزهره الذابله هي قصه صعبه. نعم، صعبة لأنها تتكلم عن المجتمع اللي حولنا، تتكلم يعني سوري عن المجتمع اللي إحنا فيه. نعم. والناس اللي حولنا. نعم. فيعني يسترمس عن قصة واقعية، فحسبتي هي صعبة. نعم. شو هي فكرة المسرحية ويعني طريقة تقديمها للمتلقي؟ فكرة المسرحية كانت أن أحد الممثلين اللي هو كان أبو، اسمه في النص أبو، فكان مصاب بالخبيث. بدوا يتساءلون شو الخبيث. الحين أنا يوم قلت لك الخبيث أنت خطر في بالك أنه السرطان والعياذ بالله، لكن كانت رسالتنا في المسرحية هاي أن الخبيث هم يعني هم الناس، الناس اللي يحبون الكلام، الناس اللي يحبون الغيبة والنميمة. كانت هذه القصة. نعم. أستاذ طلال، خلينا نتكلم عن دخولك المهرجان مسرح مدرسي. هذا كانت بدايتي في مهرجان المسرح المدرسي، كنت دور ثانوي. نعم. قبل 4 سنين تقريبا. نعم. فبديت اتطور كل سنه، يعني امسك دور اكبر. نعم. كنت دور ثانوي، عقب صرت مساعد مخرج. نعم. ودور رئيسي من بعدها 3 سنين، الحمد لله مسكت الاخراج. شو اللي شجعك انك تدخل هالمجال؟ حبيت الشيء. شغف. نعم، اكتشفت ان المسرح رساله قويه. نعم. وطبعا اكثر انسان يعني اللي حببني في الشيء هذا طبعا كان استاذي، استاذ حبيب العوفي. كان هو اكثر انسان يحمسني للشيء هذا، هو اللي ايدني اني اخرج. جميل جدا. كيف ترى دور المدرسه في تشجيع الطلبه على الدخول لمجال الاخراج المسرحي والمسرح بشكل عام؟ والله شيء جميل. انا يعني حتى يعني اللي كان يحمسني اكثر ان اسمع اسمي وايد في المدرسه. كان يضربون فيني امثال في المدرسه. جميل. فهذا كان يحببني في الشغل. جميل. استاذ طلال، كونك انت مخرج، كيف قمت بتوزيع الادوار على الممثلين حتى يتمكنون من فعلا من الابداع في هذه المسرحيه؟ مثل ما يقولون ان كل انسان فيه جرح. نعم. انا دوري اوصل لجرح الممثل. نعم. انا عندي مثلا عندي الشخصيتين هم بطوليات في المسرحية، فأنا دوري أني أكتشف جروحهم عسب تعرف كيف أوصل رسالة للجمهور. لأن كاركتراتهم هم الاثنين فيها حزن فيها هم، فأنا مجبور أوصل لجروحهم عسب أن أطلع مثلا أخلي الممثل يصيح قدام الجمهور. نعم. يأثر، يعني يكون أكثر مؤثر. نعم. نعم. بالنسبة لي أيضا مثل ما قالت زميلة سهام، توزيع الأدوار، وأيضا مرتبط هذا الموضوع بالفئات العمرية الموجودة في المسرحية. كم كانت الأعمار ما بين كم وكم؟ في من 18 سنة 17، يعني تقريبا أصغرنا كان عمره 16 سنة. نعم. وتوزيع الأدوار طبعا مرتبط بالعمر والشكل والشخصية؟ لا أبدا أبدا أبدا. لا، كم شو مرتبط؟ على أداء الممثل. يعني الأهم من هذا كله اللغة. صحيح. نعم. خلينا نتكلم عن استلامك لهذه الجائزة من وزير التربية والتعليم.
بعد ما نعيد السؤال. طبعا استلمت جائزة من وزير التربية والتعليم معالي حسين إبراهيم الحمادي، حدثنا عن هذه الجائزة. هذه جائزة حلوة وايد، يعني أنا حبيتها وايد. نعم. لأني بكتشف فيها وايد أشياء. هي يعني كانت تذكرة سفر لبريطانيا. جميل. مهرجان أدنبرا. رائع. المسرحي أو للفنون. نعم. فشيء حلو أن بكتشف مسرح الشارع عن شو يتكلم، المسرح الروماني، المسرح مسرح الدمى. فهذه كلها يعني شهر 8 مخصص للأمور هاي. نعم. خلينا نتكلم عن مقومات العمل المتكامل للأداء المسرحي أو للمسرح ككل. يعني مقومات عفواً المقومات اللي تنجح أي شو اسمه سرد مسرحي، هل هم الممثلين أم ديكور أم النص؟ شو هي أساسيات العمل المتكامل اللي ينجح العمل؟ كل ما ذكرت الأخت. نعم. سونوغرافيا، أداء الممثل. نعم. ميزان سير، كيف أنا كمخرج كيف أستخدم الميزان سير على خشبة. جميل. المسرح، توزيع الممثلين، الديكور، تواصل الجمهور مع الممثلين. يعني مثل ما أنا استخدمت مجموعة من الشباب نزلتهم من الجمهور من وراء. فبديت أنا أتواصل مع الجمهور هني، فحبوا يعني العمل مثل ما يقولون. والأهم من ذلك التواصل الداخلي بين الممثلين. أكيد. كيف يكون انسجام متكامل بحيث أنه توصل هذه الروح للمتلقي. صحيح. نعم. خلنا أو نقول كلمة أخيرة تقدمها للمشاهدين عن أجواء المسرح أو تشجعهم من الدخول في هذا المسرح. الرسالة اللي بوصلها أن المسرح شيء حلو. نعم. المسرح مو شرط يكون كوميديا. صحيح. المسرح يرمس، يعني حين في عروض إحنا نحضرها نشوف إن فيها قاعدين يوصلون رسالة، يعني يرمسون عن أشخاص من بيننا عايشين. نعم. ففي منهم ناس على قد حالهم، في منهم ناس في العنف الأسري، فهذه الرسالة. نعم. توصل. فأنا رسالتي للشباب. نعم. افتكروا في الأعمال الهادفة. أكيد. المسرحيات الهادفة أفضل من الكوميديا. أنا عندي سؤال حق علي. علي أنت كنت في المسرح المدرسي صح؟ نعم كنت. شو الأجواء المسرح المدرسي كانت؟ صراحة يعني ربما أنا أقول اليوم من أسباب أو إحدى أسباب وجودي كمقدم. نعم. ساعدني المسرح كثير في صقل شخصيتي، في مواجهة الجمهور، في الجرأة، في تنظيم الكلام. يعني بصراحة دور المسرح دور مهم جدا في تكوين شخصية الطالب. وأيضا إلى جانب المسرح أكيد أو دخول الممثل المسرح يجب أن يستمر في مرحلة التعلم. أكيد. هناك ورش طبعا تقام في على مستوى الدولة ترفع ثقافة الممثل والمخرج بشكل عام في عملهم. خبرنا عن هذه الورش وكيف تأثيرها، وأيضا أنت أكيد خط لمثل هذه الورش، وأيضا يعني كانت هناك مجموعة من الورش ربما أيضا ممثلين دخلوا معكم. صحيح. الورش هي مثل ما قلت هي تعلم أسس المسرح. أنا بديتها يمكن في 2012 مهرجان. نعم. المسرح الكشفي بديت أتأقلم على جو المسرح. فالورش علمتني كيف أكون قيادي. نعم. الورش علمتني شنو المسرح، شنو خشبة المسرح. الورش علمتني كيف أستخدم الإضاءة على خشبة المسرح. نعم. كيف أحرك الممثلين على خشبة المسرح. نعم. رائع. القصص من وين كنت تستوحي لازم معي اليوم اللي سوي شيء جل من لا يسهو. من وين هيك يعني قصة؟ هل هي عبارة عن قضية شفتها في المجتمع أم سمعتها أم شيء ببالك أنت يعني تبغى تحطيه تكتبه؟ الأعمال اللي نجحت فيها. نعم. كانت عالمية. نصوص عالمية. جميل. فأنا عسبت أتمكن من النص لازم أخذ مشكلة أحد من ربعي. نعم. شيء واقعي. نعم. يعني. فأضيفه للنص كإعداد نص يعني، فأضيفه للنص سواء كان مونولوج أو كان ختام المسرحية. نعم. فعسبت أنا أتمكن من النص أدخل في موضوع أحد ربعي، يعني إن مثلا خبروني إن صار لنا كذا كذا كذا. موقف يمكن ما ينذكر. نعم. ما أقدر أقوله بس أبغي الناس ينتبهون منه. نعم. توصل رسالة مبطنة نقول. أي نعم. نعم. إذن هي تجيب قصص عالمية معروفة وتدمج فيها بعض قصص المجتمع. خلنا نقول وتظهرها بهذا المزيج
للوصول الى المجتمع. اي نعم صحيح. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء. أنا سعد. ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. نعم. سعدنا جدا بوجودك معنا. المخرج طلال قنبر للروشي الحاصل على لقب أفضل مخرج وأفضل عمل متكامل في مسرحية الزهرة الدابلة على مستوى الدولة. شكرا جزيلا لك. العفو. شكرا. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام. ونروح الآن إلى فيلم فلفل أبيض. هذا الفيلم الإماراتي الكوميدي الذي طبعا أنتج وتم إخراجه من قبل جمال سالم وأيضا بطولة عبد الله زيد وجماعة علي. أنت عارف على التفاصيل في هذا التقرير. شوف دائما في الأفلام الكوميدية الرسائل بعضها تكون بسيطة ما عشان ما تبالغ فيه. هو مش فيلم مهرجانات، هو فيلم كوميدي الناس تستمتع فيه، لكن الفيلم المسج اللي واضح فيه هي الدعوة للتسامح. بما نحن يعني في عام التسامح، كانت الفكرة أن هذا الرجل يبحث عن الناس اللي أذاهم ويبحث عنهم عشان يسامحونه، فراح يبحث عنهم وتفاجأ بردود أفعالهم. يعني الناس بتشوف إن شاء الله في الفيلم. شوف السينما الإماراتية سينما نشيطة، يعني مقارنة بدول الخليج فهي سينما نشيطة، وعندنا أفلام بمعدل السنة أفلام كثيرة وهذا شيء مبشر، لكن التجارب تتفاوت. نتمنى يعني بعد فترة من الزمن إن شاء الله تكون التجارب هذه تتقلص وتكون تجارب مميزة ونوعية. فلفل أبيض عمل من تأليف وإخراج المبدع أستاذنا الكاتب جمال سالم، إضافة للكوميديا السينمائية في الإمارات إن شاء الله منذ بداية مشواره في حب ملكي كأول فيلم سينمائي، عقب عوار قلب والآن فلفل أبيض. إن شاء الله صار لنا ثلاث أعمال عاملين دوتو جميل معه ومع أخوي المبدع حقا جمعة بن علي بتقديم هذا الفيلم السينمائي، عمل كوميدي في مسجات إنسانية، في خطوط كذلك إنسانية، في مواقف، في عبر، في كوميديا الموقف حاضرة في هذا الفيلم إن شاء الله. فنانين كثار موجودين في هذا العمل، وإن شاء الله يعني كان في انسجام دائما، لأن نحن دائما عندنا بروفات قبل ما نصور الفيلم، ففي انسجام كبير بين الشخصيات. يعني طبعا المسرح مختلف تماما عن السينما، السينما لها أبعاد أخرى وأيضا المسرح لأبعاد أخرى. المسرح شوي أصعب لأن أنت تقابل الجمهور وحفظ وكذا وارتجال في نفس الوقت، هذا أصعب. فيلم أبيض هذه كانت تجربة سينمائية لي مع نفس جروب أصدقائي أو الشلة بقيادة الأستاذ جمال سالم، إنتاجاً تأليفاً وإخراجاً. بعد نجاح عوار قلب هذه كانت ثاني تجربة لنا على التوالي، ولله الحمد قاعدين يعني نشوف ردود أفعال قاعدة تشجعنا أن نعطي ونقدم أكثر. دوري في الشخصية اسمي مروة، يعني في الشخصية مروة، في الواقع مروة، ما أعرف شو قصد أستاذ جمال سالم، ونفس الشخصية بعد شيطانة. فيون عبد الله زيد وجماعة علي يدورون على أبوي عشان يعتذرون منه لأن أبوي انسجن بسبتهم، فهل مروة بعد وفاة أبوها راح تقبل هذا الاعتذار أو لا، أو ممكن تنتقم منهم على طريقتها الخاصة؟ هذا اللي بنشوفه بالفيلم. حياكم الله مشاهدينا. أطلقت جمعية المسرحيين مركز الإمارات للفنون العرائس، وذلك تزامنا مع مشروع الهيئة العربية للمسرح لإعادة الاعتبار لفنون الدمى والعرائس. وأكيد بنتعرف أكثر على هذا الموضوع بس قبل لا نبدأ فيه أبغى أسأل سام، ما تلاحظين اليوم حلقتنا ما شاء الله فنية؟ أي كله مسرح وفنون وما شاء الله ممثلين، واليوم ما شاء الله طبعا وندل هذا دل على المجتمع الإماراتي كيف أنه ما شاء الله له باع طويل في هذا المجال، ونشوف اهتمام الدولة بممثلين مخرجين، وكيف أن هذا الأمر أيضا يساعد على ثقافة المجتمع بشكل عام واهتمامه بهذا المجال. نعم. وطبعا المزيد من هذا في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ مرعي الحليان رئيس اللجنة الثقافية بجمعية المسرحيين ومدير مركز الإمارات لفنون العرائس. أهلا وسهلا فيك أستاذ مرعي.
يا مرحبا، نورتنا، حياك الله، يخليكم يا رب، ومساء الخيرات على مستمعينكم الجميلين. مساء النور والسرور، نورتنا اليوم، نحن سعيدين جدا بوجودك معنا. الله يخليك سلم، واسعد اذا كنت معنا في الاستوديو. توعدنا المره الجايه نخلص عيد العيد وفصل طيب. باذن الله، باذن الله، الله يطول في عمرك. بدايه نود التحدث معك عن اهداف مركز الامارات لفنون العرائس. طبعا هو من المعروف ان يعني الخليج العربي كله من ولاده الحركه المسرحيه في الخليج، اشتغلنا في الخليج كل انواع المسرح ما عدا مسرح العرايس ومسرح خيال الظل، لان ما نوجد يعني وما تاسست لفرقه ولا مارسوا الفنانين المسرحيين، مع ان هذا الفن اصيل ومتواجد في اغلب الدول العربيه. نعم. اللي استوت عندنا الظواهر العروض اللي زارتنا كانت أغلبها من فرق عربية أو أخواننا العرب اللي المقيمين في دولة الإمارات كانوا عندهم اهتمام بمسرح العرائس. لما صار قبل تقريبا 3 أعوام الملتقى الدمى في تونس، والتقوا في كل الخبراء الدمى والعرائس في الوطن العربي، صابهم هاجس بأن يعني هذا الفن قاعد ينتشر من الوطن العربي. نعم. وان الان يعني بس فرق معينه في بعض البلدان محافظه عليه. نعم. وان لازم من استنهاض الهمم واعاده هذا الفن مره ثانيه الى الحياه، وان يعاد الى الطفل، لان الطفل كثير متعلق بالدميه. صحيح. صح. ويتاثر بالدميه ويتلقى من الدميه اكثر مما يتلقى من الممثل العادي. نعم. وأول ما يبدأ الطفل حياته يبدأ مع يعني يلعب بالدمية العرائس. نعم. بالعروسة بالضبط. فقرروا أنه لابد من أن الدول المهتمة بالمسرح أن تبدأ في إنشاء مراكز. نعم. فقررنا في جمعية المسرحيين بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح. نعم. أن ننشئ هذا المركز، وهو عبارة عن مركز تدريبي يستقطب قوات اللي يحبون العرائس، المحركين، الممثلين، وراح يمرون عبر مجموعة من الورش المسرحية، منها مثلا ورشة تصنيع الدمى، منها ورشة صناعة العمل المسرحي الخاص بالعرائس، يتعلم من المتدرب يحرك الدمية، يتعامل مع النص مال الدمية، يتعامل مع الفضاءات المختلفة، المسرح الدمى مختلف عن المسرح الطبيعي. المركز بيتصدى لهذا الأمر. طبعا الانتساب للمركز هو مجاني، ما في أي رسوم، هو مركز متاح لكل الراغبين. راح يقدم ورشة إن شاء الله بعد العيد، تمتد حوالي 20 يوم هي التأسيس، وفي عندنا تقريبا يعني مجموعة من اللي انتسبوا. وعبر إذاعتكم الكريمة بعد أيضا نوجه هذه الدعوة لأي حد يرغب يتواصل معنا في جمعية المسرحيين. بعدها طبعا هذه الورشة التأسيسية تكفلت الهيئة العربية للمسرح بأن تدعمنا بخبرات عربية يتم استضافتها لمدة تقريبا شهر. هذه ننتقي من المتدربين المنتسبين المجموعة اللي عندهم مواهب يعني باينة واضحة، ونحطهم مع يعني مدرب مسرحي جميل عنده خبرة أطول، ونطلع بأعمال مسرحية. نعم. الأعمال المسرحية للعرائس كثير، أولا لأن هي تربوية تعليمية فيها جماليات. نعم. مسرح العرائس سهل أن ينتقل إلى ساحات المدارس. صحيح. نعم. عروض مسرح العرائس ما تتجاوز 20 دقيقة 25 دقيقة، فأعتقد أن احنا راح نحل يعني معضلة مهمة مع أبناءنا التلاميذ والتلميذات في المدارس، أن هذه جميل تزورهم جدا تزورهم هذه العروض بين فترة وفترة في أماكنهم، بدل ما تطلعهم المدرسة في بس وتوديهم المسرح وكذا. صحيح. إذا هذه فرصة جديدة يعني لإنشاء مدرسة جديدة في طبعا المجالات الموجودة الفنية في الإمارات. نحن جدا سعيدين بهذا الخبر الرائع، وخاصة أن أنت راح تكون مشرف على هذا المشروع أستاذ مرعي. شكرا لك. هي مسؤولية وإن شاء الله. أكيد. وأنت قدها وأنت قدها أكيد. شكرا لك. مشكورين، ما قصرت. نعم. الأستاذ مرعي الحليان، رئيس اللجنة الثقافية بجمعية المسرحيين، مدير مركز الإمارات للفنون للعرائس، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا.
حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. انطلقت ورشة اصنع حلمك ضمن البرامج الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات، والتي طبعا اطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب في مركز الغيل للشباب في رأس الخيمة. والمزيد من التفاصيل مشاهدينا معنا في الاستوديو الأستاذ يوسف إبراهيم النعيمي، مدرب في التحفيز وتقدير الذات ومقدم ورشة اصنع حلمك. مرحبا بك، نورت البرنامج. مرحبا بالساعة، حياكم الله. حياكم الله، سعيدين جدا بوجودك. موضوع جميل بنستفيد ان شاء الله من كل يوم باذن الله. الله يحفظك. يعني بداية نود نسلط الضوء على ورشة اصنع حلمك في الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات، ما هي تفاصيلها؟ طبعا ورشة اصنع حلمك هذه ورشة من اصل 300 ورشة عقدتها الأكاديمية، ولا زالت مستمرة حتى منتصف شهر أغسطس. المواضيع كانت متنوعة، علوم، صحة، آداب، تاريخ، رياضة. الأكاديمية كانت تحوي وايد من المواضيع اللي تخص الشباب. فورشة اصنع حلمك هي من الورش هذه اللي نظمناها في البارحة في مركز شباب الخير في رأس الخيمة، وكانت للسن من 7 إلى 14 سنة، للفئة الصغيرة. وكنا نتكلم وياهم في أمور عن موضوع الحلم. نعم أستاذ يوسف، اختياركم لهالشعار اصنع حلمك، يعني أنتم بالعكس تحفزون أي شخص يدخل معاكم، سبب الاختيار؟ سبب الاختيار لأن أنا اخترت الفئة الصغيرة. فلما نتكلم ويا الفئة الصغيرة، نحن ما نقدر نكلمهم عن رسم الأهداف والرؤية والرسالة والغاية، شيء كبير وايد عليهم. فنبغى نجيبها بشكل مبسط، بشكل حلو، لأن الصغار دائما عندهم أحلام كبيرة. فندخلهم من هذا الجانب على أساس أن نهيئهم فقط أن يبدون يفكرون في المستقبل. كيف بيفكرون؟ من بداية الحلم. في طرق وايد طبعا. أنا يعني كنت أفكر قبل الله أبدأ، فاخترت طريقة جميلة. قلت خلنا نضرب مثال من الواقع. والصغار دائما يحبون القصص، وتعطيهم قصة من الواقع أوه بيطربون بيستانسون. فبداية كلمتهم قلت لهم تعرفون الشيخ زايد رحمة الله عليه؟ قالوا بابا زايد كنا نعرفه. قلت لهم شو كان حلم الشيخ زايد؟ فكانوا يتكلمون ويعطون، يعني تعرف الصغار يتفاعلون في قلت لهم تعرفون احنا هني جالسين في هاي الدولة، هذا كان حلم الشيخ زايد. يعني تعيشهم واقع، انتم الحين في واقع كان مجرد حلم. الشيخ زايد اشتغل عليه هني، هو يفكر كيف اشتغل الشيخ زايد، شو سوى، نحرك هاي الامور في دواخلهم. برج خليفه يشوفونه قدامهم، صور موجوده، ويعرفون الشيخ محمد بن راشد. فاربط، تعرفون الشيخ محمد؟ هي نعم نعرفه. شو كان حلمه؟ كذا كذا كذا. تعرفون اطول برج؟ هو اللي سواه. كيف سواه؟ بالطريقة. فالمخ يبدأ عندهم يفكر ويتخيلون أشياء. فكان يقولون والله كان يحط طابوق لين ما استوى. صغار بطبيعة الحال. فهني نحن نعطي رسائل، نوجههم بطريقة معينة، أن بداية كل شيء واقعي حلم، لكن ببساطة نوصلها للأطفال. جميل. بعض الأطفال يعني ربما يحلم بدون وضع مثلا مثل ما ذكرت، بدون أهداف، بدون مثلا استراتيجية. هذه المصطلحات كبيرة عليهم. ولكن ربما ترى في بعض الأحيان في عين بعض الأطفال أن هذا يعني واعي، عنده وعي تجاه هذا الموضوع. بيسألك سؤال بيقول لك طيب كيف، يعني ماذا أفعل لكي أصل إلى هذه النقطة؟ كيف تتعامل مع بعض الأطفال التي ترى مثلا من خلال تفكيرهم ان يعني يعي هذه الامور وتساعده ايضا في بناء اهدافه؟ الطفل هذا لازم انا اتبناه. والدول عندنا ما شاء الله في اسماء، يعني مجموعه من الاسماء الاصغار اللي تبنتهم. عندك اديب البلوشي، علي المنصوري، فاطمه الكعبي. دخلوا في مجال الابتكار والاختراع. تبنتهم صغار في اليوم ما شاء الله معروفين في العالم. بالضبط. وفي اسماء تطلع بالطريقة هاي، وين يطلعون؟ يا في المدرسة يا في البيت. فمنو مهمة منو اللي يشوف هذه؟ لا، الأهل، المدرسين في البيت، المدرسين في المدرسة. الإدارة يبدون يشوفونهم ويوجهونهم، يشوفون شو اهتماماتهم. يعني الولد هذا قاعد يسأل مثلا الكوب هذا كيف كذا مستوي الكوب هذا؟ فأبدأ أكمل يا أسأل أدردش يا سوالف وكذا، أكسر الكوب يبدأ يشوف. ببدا اكتشف عنده هاي الموهبه هذه، وابدا امشي وياه بطريقه ان اوصله يعني للفكره اللي هو يبغى يوصلها.
يعني نحن دائما عندنا الاهالي شو يقولون؟ الصغير مثل العجينه. اي تشكلها انت. نحن نشكلها، لا مش انت اللي تشكلها. صحيح. يعني عفوا هذا مفهوم خاطئ. طيب. انت ما انت توجه، انت تتابع من بعيد. صح. تشوفه هو شو يسوي؟ في خطا معين تدخل بطريقه معينه وحاول تصلح ليه ما يمشي على الخط ماله. بعد ما اشوف موهبته هذه خلاص انا يعني غالبا ان هاي موهبته ابدا اوجه في اماكن تختص بالموهبه هذه. جميل. بالطريقه هذه. طيب لكل شخص لازم يكون عنده حلم سواء كان كبير او صغير. صح. طبيعي، ونحن كنا صغار، يوم كنا صغار بدينا بحلم مثل ما انا ذكرت، يعني حلم الشيخ زايد. منو كان يتوقع ان الشيخ زايد في خمسينيات القرن الماضي فكر بفكره اني واحد سبع قبائل؟ نعم. الموضوع صعب، شيء خيالي. نعم. لكن ينشئ دولة، ينشئ دولة بعد 50 سنة جوازها رقم واحد في العالم. صحيح. يعني لابد من الأحلام. كيف؟ الشيخ زايد يوم كان يبغى يستصلح الأراضي الزراعية ياب أفضل. صحيح. خمس خبراء في العالم قالوا له ما تستوي. لكن الصرارة. ما تستوي كيف؟ على أرض الواقع كتربة. نعم. لكن في إرادة، في عزيمة، في طرق أنا أقدر أشتغل عليها وشوف بلادنا كيف الحين. صحيح. فهي بداية الحلم، وكيف نتابع الحلم هذا، كيف أنا عندي إرادة، عندي عزيمة، عندي إصرار أشوف الحلم قدامي. ممكن يكون في البداية ضبابي، لكن بيبدأ يوضح، بتبدأ توضح. نعم. الفكرة عقب لما أكبر بعرف شو يعني أهداف، بعرف شو يعني رسالة، بعرف شو يعني قيم، بعرف شو يعني رؤية، وحلى أساسها بمشي. لأن في كثير من الناس للأسف ما عندهم أي أحلام، ما عندهم أي طموحات، تحس إنه عايشين في الحياة كذا بس. هذه قصة الريال اللي نولد ولادة عادية وعاش حياة عادية وتزوج زوجة عادية وياب أولاد عاديين ومات موتة عادية. صحيح. نعم. بالنسبة لي طبعا الحديث عن الألعاب التدريبية التي تساهم في رفع كفاءة الإدراك عند هذا الطفل، الوعي تجاه نفسه وتجاه اللي حوله، وأيضا يرى أو يرسم مساره ولو كان قصير المدى على الأقل. صح. هذا المسار راح يعني يوجه إلى مسار آخر فيما بعد. صح. كيف تساهم هذه الدورات وهذه يعني التدريبات؟ التعلم باللعب طريقة جدا جميلة نستخدمها للصغار وللكبار. نعم. كلنا على مستوى، لكن مهمة جدا. يعني أنا يوم أعطيه لعبة معينة، يعني على سبيل المثال كيف أبني حلمي، أعطيه لعبة مثلا يبدأ يبني مكعبات وليجو وكذا، يشكل ويركب بروحه. إذن هني بيكون دور الأسرة طبيعي. نعم. أنا أتكلم عن الدورة نفسها، عندنا مثلا في نوع من الكور عليها أسئلة معينة. جميل. نبدأ نفرع عليهم الكرة هذه، وين طاح الإبهام عنده السؤال فيجاوب. ممكن يتردد في البداية لكن تشجعينه وكذا. يعني في نفس الدورة هذه ونفس الورشة وأنا أدردش معاهم، واحد تكلم عن كتاب. جميل. أعطاني عنوان كتاب، فأنا استغربت يعني ولد صغير شد انتباهي يتكلم عن كتاب معين. فيت عقب زقرته الولد يقرأ وقال لي عن كتاب قصتي وقراه، فأنا استغربت ليه دردش إياه. شفت لا الولد يعني عنده مستقبل أنه ممكن يكون كاتب. جميل. فصورته إياه وأنا أصور في فيديو، قلت لهم سلطان بيكون الكاتب رقم واحد في منطقة الغيل. جميل. نشجعهم نعطيهم حافز. الولد استانس، طلع قال إن شاء الله استانس. تعطيته مسؤولية أصلا. إيه قال إن شاء الله أنا وايد بقرأ وإن شاء الله بكون كاتب. متى بتكون كاتب؟ ما أعرف. قلت له سنة سنتين، قال يمكن 5 سنوات. قلت له أوكي بيك عقب 5 سنوات متأكد؟ وأسلم عليه متأكد؟ قال إيه خلاص إن شاء الله. الله. فمحتاجين نحن. أعطيته شخصية، أعطيته هيبة، أعطيته تعزيز. نعم. يعني فعلا. ووضع المسؤولية أيضا على. نعم. الأطفال يساعدهم في طبعا استمرار في العطاء والوصول لتحمل هذه المسؤولية. أكيد. يعني للأسف بعض الآباء يجي الطفل مثلا يجيب مثلا رسالة أو كاتب جملة بسيطة. صحيح. يقرأها يرميها مثلا، أو يقول طفل أنا اعتبار. بالضبط. مثلا يقول هذا الطفل يتكلم عن حلمه، أنا يوم مثلا بكبر واسوي الشيء الفلاني. يقول انت خلك سوي خلص هذا وبس ما ابغى منك شيء، يكسر ميادي. بالضبط. واحيانا يكون بدون قصد. ليش؟ هو الاب هذا والام يفكر بتفكيره هو، لا تفكر في تفكير الولد. صحيح. نعم. فكر هو اليوم في هذا العمر طبيعي انه يحلم. ما انت يوم كنت صغير كنت تحلم. صحيح. يعني ابوك شو كان يقول لك؟
يوم انت كنت تحلم. صح. نفس الشيء، فانت حاول انك توجهه، يعني هذه رساله مهمه للاباء وللامهات، ان عليكم مسؤوليه كبيره في متابعه اهتمامات عيالكم وتوجيههم. صحيح. نحن سعدنا، بس اكيد نحن ما نبغى نختم الا بكلمه اخيره حاب تقولها انت. انا حقيقه عندي كلمه شكر بداية لمعالي شمل المزروعي وزير الدولة شؤون الشباب، وسعادة سعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب. نعم. والأخ محمد الحمادي المنسق العام للأكاديمية على الجهد الجبار اللي يقومون فيه، يعني نحن يمكن نتابعهم عن كثب ومعاهم على الخط. نعم. جهد جبار جدا. كذلك الفريق اللي اشتغل في مركز شباب الرذيل ابتداء بالاستاذ خالد السويدي مدير المركز، والفريق اللي يشتغل يا جهود جباره صراحه يستحقون ان نشكرهم عليها. الله يعطيكم العافيه يا رب. الاستاذ يوسف ابراهيم النعيبي مدرب في تحفيز وتقدير الذات، شكرا على تواجدك اليوم معنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. شكرا. واكيد مع هذه الفقره الجميله وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذه الليله، نلقاكم ان شاء الله باكر في نفس الموعد في امان الله ورعايته. مع السلامة، الله يحفظكم.